هاي. دوري أبطال أوروبا UFA Champions League هي بطولة كرة قدم أوروبية سنوية بنظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من سنة 1955 لأفضل أندية كرة قدم بأوروبا، وهالبطولة هي الأهم على مستوى الأندية بالعالم، والمباراة النهائية للبطولة هي من أكثر الأحداث الرياضية السنوية مشاهدة بجميع أنحاء العالم، وبتجذب أكثر من 300 مليون مشاهد تلفزيوني. نشيد البطولة الأساسي طوله 3 دقائق وما تم إطلاقه بشكل تجاري، وبيضم كلمات بثلاث لغات رسمية بيستخدمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، هي الإنجليزية، الألمانية والفرنسية. مين قال إنه أكثر نادي سجل نجاحات بالبطولة هو ريال مدريد يلي ربح 13 بطولة، وهو أول فريق بيربح 3 بطولات متتالية؟ أنا قال. بشوفكم بكره.